بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إخواني، قبل أن نبدأ الفيديو كالعادة، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ما زالت الأشغال بملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة تسير لكن بوتيرة بطيئة جدا، وبالرغم من الانتهاء من التهيئة الداخلية للملعب، لكن لم يتم إكمال تركيب الكراسي بشكل نهائي، لأنه توجد بعض الفراغات لم يتم تركيب الكراسي فيها، ولحد الآن لم يتم معرفة السبب، ولكن يوجد حديث عن تركيب كراسي بألوان جديدة، وهذا بسبب الانتقاد الحاد لعملية توزيع الألوان الخاصة بالكراسي في الملعب، لأنه بعض الأشخاص رأى أن الألوان غير متناسقة وغير لائقة في هذا الملعب الكبير. أما عن التهيئة الخارجية فهي مستمرة ولكن بشكل بطيء جدا، ولم تعرف أسباب ذلك، خاصة وأن الدولة سمحت لعودة كامل العمال في الورشات بعد رفع الحجر عن البلاد، وكما تشاهدون في الصور عدد العمال قليل والآلات المستعملة قليلة. هذا ما يعطي طابع سلبي عن موعد تسليم الملعب، لأنه كما يعرف الجميع في الأشغال الخارجية تعد من بين الأصعب في عملية إكمالها، خاصة وأنها تبحث عن الجمالية في الانتهاء. المهم، الشيء الإيجابي في الملعب هو أن الأشغال ما زالت مستمرة لحد الساعة ولم تتوقف، هذا ما يعطي بعض الأمل لإكمال الملعب في المواعيد المحددة. وللتذكير، فإن نسبة الأشغال في ملعب براقي الجديد تقارب 75%، هذا ما يعني أن المرحلة الصعبة انتهت ولم يبقى الكثير لانتهاء هذا الصرح الكبير. هذا هو جديد ملعب براقي. إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.